اللقاء المفتوح. اللي وحروف الزين. الخطوط البيضاء والحمراء أو التشققات الجلدية كتصيب مناطق معينة من الجسم، عندها أسباب وعندها علاج؟ الجواب مع الدكتور الشرف الودغيري الإدريسي، أخصائي طب الجلد برباط. صباح الخير دكتور. صباح الخير أخ جيهان وجميع المستمعين ديالنا. كي صبحتي ناشط مزيان من صوتك؟ الحمد لله. الحمد لله. كلنا يوم أحسن من اللي قبل. اللهم لك الحمد والشكر. هي مسألة ولف وصافي. الحمد لله. إذا التشققات الجلدية دكتور أو الخطوط البيضاء أو الحمراء أو مشكل كيصيب النساء دكتور تقريبا بواحد نسبة كبيرة، تقريبا 90% ياك؟ يمكن ما نقولش 90% فعلا أكثر النساء، ولكن صراحة ولينا كنشوفهم أكثر فأكثر عند النساء، عند الرجال، عند المراهقين نساء ورجال. إذا فعلا كاين واحد لا بريتونديرونس، واحد الأكثرية عند النساء، ولكن هذا ما كيمنعش أننا كنشوفهم وكنلاحظوا بأنهم كاين كل يكون طلب على العلاج ديالهم أيضا عند الرجال حاليا. نعم، شنو هما التشققات الجلدية ولا الخطوط البيضاء أو الحمراء كتبسيط؟ يعني كتبسيط هاد الخطوط البيضاء أو الخطوط الحمراء معا، لأنهما في غالب أحيان كيكونوا حمراء في الأول ديالهم ومع الانسيانتي مع التقادم ديالهم غادي يوليو زهريين، يمشيو في واحد اللون اللي هو أبيض زهري. إذا هي واحد التغيرات كيمكن تحدث عند بعض الناس ماشي عند جميع الناس، غادي يمكن يوقع التغير في النوع وفي الكيفية ديال وفي لاكاليتي يعني ديال الألياف الإلاستين وألياف الكولاجين اللي كتكون البشرة. وهذا الشيء غادي يمكن يكون الأسباب ديالو كثيرة، يمكن نطرقوا لها في السؤال الموالي. هذه التغيرات هي غادي تجعل أنه غادي تخلق في البشرة ديال الإنسان بعض المناطق على الأحرى بعض التشققات، بعض التكسرات في هذه الألياف، غادي تحدث تغير في الملمس ديال البشرة وفي اللون وفي الشكل اللي غادي يؤدي لظهور هذه الخطوط اللي في غالب الأحيان كتكون كثيرة، ما كيكونش خط واحد أو اثنين، كيكون واحد العدد ديال الخطوط اللي في المظهر ديالها هي ما فيهاش إشكال، يعني ماشي حالة مرضية. نعم، تستدعي ما عندهاش عواقب ولا نعم كتستدعي العلاج السريع فقط، لأنه كل ما كان العلاج أسرع كل ما كانت النجاعة ديال العلاج أحسن. ولكن هي ماشي وخيمة، ما عندهاش عواقب غير هي لو بريجوديس استيتيك، يعني الضرر هو من قبيل جمالية، يعني المنظر الجمالي ديال الواحد. نعم، طيب هذه التشققات الجلدية ولا الخطوط البيضاء والحمراء نعرفوا يعني الأسباب اللي ممكن تجي منها وتنبطق منها؟ الأسباب كثيرة. نعم، وفي غالب الأحيان لأن مازال ما كاينش دراسات اللي قدرات تحدد بدقة شنو الأسباب المباشرة اللي غتؤدي لظهورها، ولكن كنعرفوا بأن كاين واحد العدد لي كونديسيون. في غالب الأحيان كاين واحد ما يسمى بالفرنسية لا بريديسبوزيسيون جينيتيك، يعني كاين واحد القابلية، واحد لو تيغان، واحد كيجعل بعض الناس أنهم إلا كانت موجودة داك العوامل المحفزة غيجعلهم يديروا هاد الخطوط الحمراء ثم البيضاء. هاد العوامل الخارجية أو العوامل اللي غيمكن لها تأدي واللي غنتكلموا عليها هي في غالب الأحيان كاين فترة المراهقة. فترة المراهقة هي فترة كثير من الأحيان كتواكبها ظهور هاد خصوصا يعني في ديك الدروة ديال البلوغة دكتور، يعني ديك الدروة ديال البلوغة فعلا. كاين أمراض غدادية بالأخص جميع الأمراض الغدادية اللي غتأثر على الغدد اللي ينكلها ولا اللي مسؤولة أو عندها علاقة بإفراز مادة الكورتيزول. يعني جميع هاد الأمراض بحال هرمونية مثلا. كاين أيضا الناس اللي تناولوا لسبب أو لآخر المدة يمكن لها تكون مهمة مادة الكورتيكويد. نعم، يعني مثلا بحال الناس اللي عندهم مرض الربو أو أمراض أخرى اللي كانت
استدعت الاستعمال مادة الكورتيكويد. من بين المضاعفات الون تيرم يعني بعد مدة من الاستعمال كاين ظهور هذه الخطوط البيضاء والحمراء. كاين ايضا تغيرات في الوزن وفي يعني في لي دو سونس يعني في المنحيين الاثنين يعني يا اما ملي كيضعف ولا ملي كيزيد بواحد السرعه كبيره او العكس يعني الانسان اللي كيضعف بواحد السرعه كبيره. وهذا الشيء علاش حنا كنصون بحال شي بالونه دكتور الا بغينا نعطيو الصوره اكثر تقريب بحال شي بالونه الا نفختيها وعاود فتشيتيها كيبانوا فيها واحد الخطوط. فعلا بحال الا بغينا يعني الصوره اللي عطيتيها هي جميله جدا كتقربنا يعني بحال التغير الوزن وقع بواحد السرعه كبيره ما عطاتش البشره الوقت انها تكيف مع ذاك التغير السرعه وقع واحد التكسر تشقق في الالياف ديال الكولاجين في هذه المده الوجيزه. وفعلا يعني الصوره ديالك يعني محلها قريبه. طيب المراه الحامل كذلك راها كتشكي من هذا المشكل هذا يمكن من الحمل ديالها تقريبا حتى كتوضع وهو هذا المشكل عاد كيتزاد وكيتفاقم. بالفعل كلاسيكيا يعني الخطوط البيضاء والحمراء هي معروفه اولا عند المرأة الحامل يعني هي لدرجة أن بعض النساء الحوامل بالنسبة لهم الحمل إتقال يعني ظهور هذه الخطوط هذه وممكن أيضا حتى التغيرات الهرمونية اللي كتواكب هذه الفترة هذه يمكن هي تجعل بأن المرأة ممكن لا تكون عرضة لهذا ظهور الخطوط. ولكن المناطق اللي كتظهر عليها هي متعددة ولكن المناطق الرئيسية هي البطن الثدي الثديين الفخذين والمؤخرة. ولكن هذا ما كيمنعش الظهور ديالها في مناطق أخرى بحال الكتفين الظهر يعني هي يمكن لها تمثل العديد من المناطق. طيب نمشيو للوقاية ولا العلاج دكتور؟ الوقاية صراحة الوقاية غنتكلموا عليها بصفة خفيفة جدا لأن ما كاينش حاجة كثيرة ممكن نعملوها حنا نعاودو نأكدو عليها. كاين بزاف الكريمات تتباعو أو زيوت اللي تنصح اللي عندها قدرة أنها تقي من هذه الحالة هذه الحالة. ولكن احنا كنعرفوا بأن زعما الإنسان إذا كان كما كنقولوا في فرنسا بروغرامي يعني عنده هذه القابلية اللي تنهضروا عليها والبشرة ديالو مبرمجة أنها تقدر تعمل هذه الخطوط البيضاء فما كاينش كريمات أو زيوت اللي غتمنع يعني الوقاية مالوغوزمون ما يمكنناش نتكلموا عليها بزاف. ما كاينش امور كثيره يمكننا نعملوها. اللهم اللهم الزيادات في الوزن او النقصان في الوزن الناس اللي تيعملوا حميات يحاول يكون متدرج ما يكونش بواحد السرعه كبيره لان بحال اللي قلنا نخليو البشره الوقت انها تواكب التغير في الوزن. هذا من قبيل الوقايه. من قبيل العلاجات الى ما كناش ما كناش متفائلين بزاف في الوقايه يمكننا نكونوا متفائلين بزاف في العلاج لانه الحمد لله في هذه العشر سنين الاخيره ظهرت علاجات اللي اعطت نتائج طيبه لان بزاف الناس بالنسبه لهم ما كاينش علاج لهذه الخطوط البيضاء والحمراء. النقطه الاولى هي العلاج المبكر لان النتائج العلاجات كامله اللي ولات موجوده عندنا هي احسن من اللي كيكونوا الخطوط حمراء. يعني النسبة المئوية النجاح كتنقص ما بين خطوط حمراء وبيضاء ما بين خطوط جديدة الظهور أو خطوط اللي عندها قديمة. هذه العلاجات يعني هي علاجات ضوئية إما من قبيل استعمال الليزر أو من قبيل استعمال لا لوميير بولسي أو لا لوميير ليد وهي أنواع ضوئية طبية اللي موجودة الآن في بعض العيادات في بعض المراكز الاستشفائية ديال الجلد واللي الحمد لله كتعطي نتائج جيدة جدا في هذا يعني نسبة مئوية يمكن لا توصل 60-70% من 80% من تحسن ديال الخطوط البيضاء والحمراء. الاختيار للعلاجات اللي خاصو يكون فيه حذر لان الاستعمال بعض انواع الليزر ماشي عنده مخاطر غير عند بعض انواع البشره بعض الالوان الداكنه ديال البشره خص الاستعمال ديالو بحذر ومن طرف طبيب مختص. كاين تقنيات أخرى كتستعمل
بعض الوخازات بعض لي زانسترومون بعض الوسائل اللي فيها ابر خفيفه. الهدف ديالها هي اننا نستيمولو يعني نهيجو ذاك الخلايا ديال الكولاجين من جديد باش بحال غنعاودو من جديد لا سيكاتريزاسيون، لان هي الأحرى هذه الخطوط البيضاء والحمراء هي أنواع الندبات، هي ندبات في الحقيقة، وكنحاولوا نهيجوها من جديد عاد نعملوا لها هذه الوسائل الضوئية من قبيل لاليد أو لازر. إذا بحال كاين تقشير أيضا هو تنستعملوه كثير في استعمال حمض الجليكوليك أو حمض التريكلوراتيك، يعني هو التقنية كتعطي نتائج طيبة وكاين دراسات اللي بينات النتائج الطيبة. يعني كاين مجموعة ديال الوسائل، يعني الحمد لله مجموعة الوسائل، وحنا في بعض الأحيان غادي يمكننا نستعملوا ما نسميه التكنيك ميكست، يعني غنستعملوا يعني تقنيتين أو ثلاث تقنيات في نفس الوقت باش نعالجوا باش يكون نسبة النجاح أكثر في العلاج ديال هاد الخطوط. مزيان، انا نبغي منك غير واحد النصيحه، بما اننا في هذا الاسبوع هذا كنتكلموا على المراه الحامل وعلى المراه المرضعه، فكيفاش المراه الحامل تتعامل منذ الشهور الاولى مع الجلد ديالها مع الكرش ديالها؟ واش يعني نصحوها بالترطيب يعني اللي خصو داومو من بعد يعني الحمل؟ شو كيفاش خاصها تتعامل مع البشره دكتور؟ فعلا يعني كاين نصائح كثيره للمراه الحامل، وفي بعض الاحيان ما كاينش نصائح من قبيل الاعتناء بالبشره ديالها. نعم. يعني وكنشوفوا على النساء الحامل كاين امراض جلديه اللي يمكن لها تظهر خاصه في مده ديال الحمل، وكاين ما هو من قبيل الوقايه من قبيل استعمال كريمات. كاين بعض المكونات اللي يمكن لها تكون في الكريمات اللي هي ممنوعه عند المراه الحامل، لان يعني يمكن لها يكون دوز في الدم وتؤدي الى بعض المضاعفات. اذا الاختيار الصحيح للكريمات، ايضا كريمات ترطيب، كاين كريمات ترطيب مثلا اللي فيها لوغي اللي هي ما خصش الاستعمال ديالها عند المراه الحامل. الزيوت مثلا، الزيوت جيده مزيانه، ولكن كاين بعض انواع البشره طبيعيه بعد الحمل، كاين بعض الانواع البشره اللي دسمه او مثلا فيها بعض المشاكل ديال البشرات الدسمه اللي يمكن الزيوت تؤدي لبعض المشاكل فيها. اذا الزيوت مزيانه، ولكن بالاخص البشرات اللي ناشفه بحذر بحذر بحذر. نعم المراه الحامل تستشر طبيب المعالج ديالها او طبيب الامراض الجلديه. وانا كنظن دكتور اشرف الودغيري الادريسي ان مجموعه ديال الاطباء اللي مختصين يعني في طب النساء اول حاجه، والحمد لله اليوم كينصحوك بكريم ولا بزيت معين ولا يعني كيحاول انه يرضي حتى السيده اللي كتجي عندهم جميع النواحي. شكرا لك دكتور اشرف الودغيري الادريسي، وصباحك مبروك، خليتك على خير اسيدي.